السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد أعزائي الكرام، وأود كبداية أن أقول ألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري على إقناعه للاعب مهم جدا مهاري وراح يكون مستقبل للمنتخب الوطني الجزائري من ناحية المستوى وطريقة لعبه الذي يقدمها فوق أرضية الميدان. بالماضي قد أقنع وذلك بشكل رسمي لاعب من مزدوجي الجنسية قرر تمثيل المنتخب الجزائري وسيكون حاضر معنا في هذا معسكر قبل مباراة أوغندا وتنزانيا، وهذا اللاعب بطبيعة الحال هو البديل المثالي لعدلان قديورة. كل التفاصيل راح تعرفوا عليها إن شاء الله في هذا الفيديو، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. طبعا أعزائي الكرام، مؤخرا الكوتش جمال الماضي أكد لنا في ندوته الصحفية عبر قناة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الرسمية بأنه سيضخ أسماء جديدة ونفس جديد للمنتخب الوطني الجزائري، وكان يقصد بأنه سيستدعي لاعبين جدد في قادم المواعيد، يعني من أجل عمل ثورة في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري الأساسية. ويبدو أن أعزائي الكرام الكوتش جمال الماضي يعني قد يعني استدعى لاعبين جدد حقا وأضافهم إلى قائمته. بالماضي مؤخرا مثل ما أكدنا لكم في الأيام القليلة الماضية أنه انتهى من ضبط الأسماء التي هي في قائمته الموسعة، وطبعا يعني أعطى تعليمات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل مباشرة استدعاء اللاعبين. وطبعا أعزائي الكرام بعض الأندية أكدت وصول الدعوة لبعض اللاعبين الجدد، واللاعب اللي نتكلم عليه هو لاعب نادي هاتاي سبورت الذي ينشط في الدوري التركي الدرجة الأولى، ألا وهو مهدي بوجمعة. ألف مبروك أولا لهذا اللاعب، وهذا اللاعب تكلمنا عليه سابقا وقلنا باللي أنه هو سيكون جديد المنتخب الوطني الجزائري المتوقع في قادم المواعيد. طبعا هاتاي سبورت صرحت قائلة لاعبنا مهدي بوجمعي تم يعني استدعائه من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني الجزائري الأول لأول مرة في مشواره الكروي. نحن نتمنى كل التوفيق لهذا اللاعب، لاعبنا لاعب نادي هاتاي سبورت، ونتمنى له كل التوفيق مع المنتخب الوطني الجزائري. طبعا ممكن تطرحوا لي سؤال تقولوا لي من هو مهدي بوجمعة؟ مهدي بوجمعة أعزائي الكرام هو من مواليد 7 أفريل 1998، ما شاء الله صغير في السن، ونظرا للمستوى الذي يقدمه يقدم مستوى جيد نوعا ما مقارنة بالسن. وطبعا كنقول لكم لأنه هذا اللاعب عنده 24 سنة، يعني عنده مستقبل كبير إن شاء الله مع المنتخب الوطني الجزائري، ونستحاجه يعني في السنوات القادمة. فهذا هم اللاعبين أعزائي الكرام اللي نحتاجوهم حاليا، نحتاج لاعبين شباب. طبعا القامة نتاعو هي 1.82 متر، يمتاز ب يعني قامة جيدة تصلح للمنصب الذي يلعب فيه، ألا وهو بطبيعة الحال منصب يعني خط وسط دفاعي قاطع للكرة، وطبعا يمتاز ببنية جيدة نوعا ما مما تساعده بطبيعة الحال على قطع الكرة والالتحامات. طبعا ها هو المنصب الذي يلعب فيه، قادر يلعب أعزائي الكرام في خط الوسط وكذلك خط وسط دفاعي، وعنده منصب آخر بدأ يلعب فيه أعزائي الكرام مؤخرا سأكشفه لكم بعد قليل. ننتقل الآن أعزائي الكرام ونعمل مقارنة بين هذين اللاعبين، لأنه الأيام القادمة ستشهد يعني منافسة كبيرة بين رامز الرقي وكذلك مهدي بوجمعة الذي تلقى دعوة رسمية من الكوتش جمال بلماضي لكي يكون لاعبا في قائمة بلماضي الرسمية. طبعا أعزائي الكرام يعني حاليا ستكون هنالك كما قلنا منافسة بين هذين اللاعبين في منصب يعني خط وسط دفاعي كمسترجع للكرة بين زروقي ومهدي بوجمعة. طبعا زروقي أعزائي الكرام بالرغم من أنه ما يمتازش بتلك البنية العضلية الكبيرة من أجل يعني الالتحام وعمل الصراعات فوق أرضية الميدان، إلا أنه عنده طريقة من أجل استخلاص الكرة، يعني طريقة ذكية جدا بدون انه يعني يتدخل بتدخل خشن. ولكن أعزائي الكرام رامز الزروقي لاعب ممتاز والكل شاهد على ما اقول، ولكن هذا اللاعب الجديد أعزائي الكرام يمتاز بنفس القدره الخاصه برامز الزروقي، اضافه الى ذلك يمتاز ببنيه قويه تساعده على الالتحامات سواء الجويه وايضا الالتحامات الارضيه، فهذه اضافه كبيره للمنتخب الوطني الجزائري، والكل اكد بلي انه هذا هو البديل المثالي للاعب الدولي الجزائري السابق الذي سمعنا باللي انه اعتزل، الا وهو عدلان قديورة. فاتمنى لكم كل التوفيق هذا اللاعب، وطبعا هذه اضافه كبيره للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا حاليا نسلط الضوء على مسيره هذا اللاعب، هذا اللاعب بدا في يعني اكاديميه اي اي جوين
جامب كما تشاهدون البي في سنة 2017. من بعدها انتقل إلى الفريق الأول، ومن بعدها انتقل إلى كما تشاهدون هذا الفريق ميتروبولي، وكذلك عاد إلى ناديه لأنه كان يعني بصفة إعارة بطبيعة الحال، عاد إلى جوين جامب كما تشاهدون أمامكم. وطبعا تمت إعارته مجددا إلى ستاد لافاليوس، وعاد إلى فريقه الأصلي جوين جامب. من بعدها انتقل إلى نادي هاتاي سبورت، وحاليا يلعب مع نادي هاتاي سبورت، منتقل إليها في السنة الماضية اليوم الثامن من شهر 7 سنة 2021. وطبعا هذه تحركات هذا اللاعب، يعني وين ما تحطه يغطي كل أرضية الملعب، وكما قلنا يمتاز ببنية جسدية كبيرة قادرة أعزائي الكرام تساعده على التواجد في كل المناطق، خاصة العودة السريعة من أجل قطع الكرة يعني للخصم. بالنسبة لنقاط القوة ونقاط الضعف هذا اللاعب حسب موقع هوسكورت، عدنا هذه النقاط الظاهرة أمامكم. نقاط القوة والتي يمتاز فيها مهدي بوجمعة الوفد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري هي الصراعات الهوائية قوي جدا، وكذلك التدخلات، يعني هذا هو هذه طريقة لعبه بطبيعة الحال، فيمتاز بهذه النقاط الظاهرة أمامكم. أما بالنسبة لنقاط الضعف هي التمرير، نوعا ما ضعيف في التمرير، وكذلك ضعيف نوعا ما في الانضباط، وطريقة اللعب الخاصة به يحب اللعب الكرات الطويلة، ويحب المراوغات، ويحب التسديد من المسافة، يعني من مسافة بعيدة. شارك معكم بعض الإحصائيات بطبيعة الحال. لحد الآن هذا اللاعب راه لعب 28 مباراة مع نادي هاتاي سبورت في الدوري التركي، بدأ كلاعب أساسي في 18 مباراة كما تشاهدون هنا أمامكم، يعني 10 مباريات الأخرى لعبها كلاعب بديل. بالنسبة ل يعني طريقة لعبه في الهجوم وأرقامه وإحصائياته في الهجوم هي نوعا ما تعد شبه منعدمة كما تشاهدون هنا أمامكم، لأن اللاعب يركز على الدفاع وقطع الكرة، وخاصة يلعب في خط الوسط الدفاعي. فهذا اللاعب كما قلنا إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري، وطريقة لعبه تساعد المنتخب الوطني الجزائري كذلك. أعزائي الكرام سيكون هذا حسب كل النقاد أكدوا، لأنه سيكون البديل المثالي لعدلان قديورة الذي سمعنا أنه لأنه اعتزل مؤخرا. خبرونا أنتم ما رأيكم في صندوق التعليقات، ما رأيكم حول هذا اللاعب، وما رأيكم حول هذه الإضافة. نعم مازال بقي لنا لاعبين اخرين نحتاجهم كرؤوس الحربه، طبعا كاين بعض اللاعبين بالماضي اضاء وضعهم في قائمته الموسعه سيتم الكشف عنها في قادم المواعيد، واذا بغيت نعطيكم تشكيل يعني قائمه متوقعه حسب رايي الشخصي والاسماء اللي انا راني نشوفها راح تكون في القائمه المعنيه الخاصه بالمنتخب الوطني الجزائري والكوت جمال الماضي، خبروني في صندوق التعليقات ساعد لكم يعني قائمه متوقعه. ننتقل الان الى تصريحات اللاعب مؤخرا، صرح قائلا اعزائي الكرام اهلا بكم، اسمي مهدي بوجمعه، ابلغ من العمر 23 سنه، وانا فرانكو جزائري، والدي جزائريين، والعب حاليا لنادي هاتاي سبورت في الدوري التركي الممتاز بينما انشط كوسط ميدان دفاعي. مع نهايه الموسم الفارط كنت في اتصال مع العديد من الانديه في الليغ دو في الدوري الفرنسي، وكذلك نادي من الدرجه الاولى البرتغاليه، بالاضافه الى نادي اخر من الشامبيونشيب في انجلترا، لكن مشروع هاتاي سبورت في الدوري التركي على المدى البعيد اثار اهتمامي كثيرا. الجزائر كانت دائما خيارا واضحا بالنسبه لي، ودائما ما اخبرت المقربين مني بذلك، وسيكون حلما تمثيل المنتخب الوطني الجزائري والوانه، وسيكون فخرا اللعب تحت قياده لاعب سابق كبير مثل الكوتش جمال بالماضي، والذي اصبح اليوم مدربا يعني جيدا. بالفعل لقد بدات الاجراءات وذهبت الى القنصليه الجزائريه، والان انتظر الرد من طرفهم لاجل الحصول على جواز السفر. وطبعا بغي نوضح نقطه، هذا التصريح قديم نوعا ما، وصرح سابقا لانه راح ينتظر الملف الخاص به وجواز السفر الجزائري، وحاليا اعزائي الكرام يعني كل الوضعيه نتاعو القانونيه راهي جاهزه، واللاعب جاهز بوثائقه بلياقته البدنيه بكل شيء بطبيعه الحال يقدر يقدم فوق ارضيه الميدان. قائلا في الواقع سيكون حلما كبيرا تمثيل الجزائر في المونديال، ومن أجل ذلك بكل بساطة أولا يجب أن أفرض نفسي أساسيا من الآن وحتى نهاية الموسم مع هاتاي سبورت، خاصة أعزائي الكرام أن العديد من الصحف يعني التركية تداولت اسم هذا اللاعب مؤخرا بسبب مستواه الذي قدمه مع نادي هاتاي سبورت، أين توهج في العديد من المباريات في خط الوسط الميداني. أما بالنسبة للمنصب اللي يقدر يلعب فيه أعزائي الكرام الجديد اللي ما نعرفوش احنا، قائلا نعم يمكن اللعب في
العديد من المناصب، منها اللعب كرقم ثمانية أو كصانع ألعاب، يقدر يلعب حتى كصانع ألعاب. فقائلا أنا متعدد المناصب بشكل كبير، قادر يلعب كرقم ثمانية، قادر يلعب كذلك حتى كصانع الألعاب، وقادر يلعب في خط الوسط، وخط الوسط الدفاعي كمسترجع للكرة. فاللاعب هذا متعدد المناصب، ولما تحطوا هذا الكلام يقدم لك المستوى الكبير، وكل هذه المناصب خاض فيها تجارب، وطبعا كل تلك التجارب يعني كانت إيجابية بالنسبة لهذا اللاعب مهدي بوجمعة. احنا كل ما يمكننا قوله هو تمنيتنا بالتوفيق لهذا اللاعب، بما انه اختار المنتخب الجزائري عن قناعة سابقا، وانتظر ونال يعني إشادة الكوتش جمال الماضي باستدعاء رسمي من المنتخب الوطني الجزائري. اتمنى له كل التوفيق، وهذو هم اللاعبين اللي نفتخر بهم، مش مثل اللاعبين الاخرين اللي حتى يفكروا حتى تستدعيهم فرنسا، اذا يفقدوا الامل في منتخب فرنسا عاد يجون المنتخب الجزائري. هذا من النهار الاول قال الجزائر، حب الجزائر، باغي يمثل الجزائر، مرحبا بك. وطبعا زي كرام هذا اللاعب كي راح يلعب فوق ارضيه الميدان راح يحارب مثل ما حارب عدلان قديورة فوق ارضيه الميدان. صراحه انا زي كرام كنهايه باغي نوضح نقطه، حسب رايي الشخصي وردة فعلي حول يعني خبر اعتزال عدلان قديورة، طبعا سمعناه مؤخرا بطبيعه الحال. عدلان قديورة انا تحسرت على هذا اللاعب الذي أخذ الضوء نوعا ما وهو في سن متقدم. صراحة هو من اللاعبين يعني المحببين لي، صراحة يعني يعجبني فوق أرضية الميدان وطريقة تحركاته وقطعه للكرة، هو يعني بالنسبة لي من أفضل اللاعبين صراحة. ولكن بما أنه سيعتزل، أو يعني سمعنا باللي أنه اعتزل، ها هو جاء اللاعب الذي نقدر نقول باللي أنه اللاعب المثالي والبديل المثالي لعدلان قديورة الدبابة الجزائري. عدلان قديورة نتمنى له كل التوفيق في قادم أيامه، يعني مع مشاريعه الخاصة خارج الميدان بطبيعة الحال ميدان كرة القدم، ونتمنى له كل التوفيق لهذا اللاعب خليفة عدلان قديورة فوق أرضية الميدان لصالح المنتخب الوطني الجزائري. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.